عزة النفس حلوة. أنا بضرب لكم ثلاث أمثلة بزمن بأزمنة من زمننا إحنا يا الأمة الإسلامية. هذا في سنة 659 للهجرة، وقعت معركة حمص الأولى في شهر محرم. أتى المغول بعد مقتل قطز على حلب، وهرب ملكها، ولذلك الخذلان ترى هو نص الهزيمة. نعم. هرب ملكها اسمه حسام الدين، هرب بجيش وترك الأطفال والنساء والشيوخ هم مصيرهم، فقام بدار المغول وقتلهم. هرب إلى حماة، فلما جاء إلى حماة أدخل الملك المنصور حق حماة، وهربوا إلى حمص. فجوا إلى حمص وجوا هذا الرجل اللي كثير من الناس ما يعرفه، اسمه الأشرف ابن موسى ابن إبراهيم ابن أسد الدين شريكه. قالوا نبي نهرب إلى دمشق، خل قبل يجينا بإدارة المغول مع جيش قوامه 6000. قال وبعد دمشق؟ قالوا نهرب إلى مصر. قال طيب، ما هو لا من وجهنا الله سبحانه وتعالى، ماذا نقول له؟ ماذا نقول للظاهر ببرص في القاهرة؟ ماذا نقول للشيوخ والنساء والأطفال؟ نقول هربنا وتركنا مصيركم مع المغول؟ لذلك يقول أموت وأنا واقف، خير أموت وأنا هارب أو مولي الأدبار. وهذا من السبع الموبقات. فرفض الهروب وخرج بجيش قوامه 1400، لأن توهم طالعين المسلمين من معركة عين جالوت، وكان معه زعيم العرب عيسى ابن مهنا، وهم من الفضول. وقعت المعركة هذه وانتصر المسلمين، سبحان الله، انتصار لا وجه، يعني كثرهم المغول 4 أضعاف، ومن الله سبحانه وتعالى بالنصر عليهم بموقف هذا البطل اللي هو الأشرف بن موسى بن موسى، وينتهي نسبه إلى أسد الدين شركوه اللي هم الأيوبيين. والأيوبيين اختلفوا في نسبهم، الشيبشي يذكر ملوك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس مؤتمنين على أنسابهم، هم أنفسهم يقولون حنا نرجع إلى مروان بن محمد، يعني البني أمية. في رواية إنهم لبني مرة اللي هم من ذبيان من غطفان. الشاهد إنهم يقولون قربنا من الأكراد نسب أم، يعني أمنا من الأكراد، ليس أب. هذا عن الأشرف موسى. نجي إلى العمار بن حمزة، وهذا من الناس اللي كان يجالس الخلفاء في زمن أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور. رجال كريم ولكن فيه عزة، وجلس عند يوم من الأيام عند أبو جعفر المنصور، وقال أبو جعفر المنصور أبي إهينه، واتفق مع أحد غلمانه أنه يقول إن هذا خانا. فدخل الغلام قال يا أمير المؤمنين، قال نعم. قال عمار بن حمزة استغل مجالسته لك واغتصب ضيعتي. قال أبو جعفر، قال اجلس أنت وخصمك تحت، هم كانوا على أسرة. قال يا أمير المؤمنين، قال نعم. قال أنا هالغلام هذا ما أعرفه، لكن إن كان صادق والضيع له، وإن كان كاذب وأنا وهبته إياه، لكن ما أنزل منزل أنزلنيه أمير المؤمنين. قال أردنا إهانته فاعتز من حيث أردنا إهانته. راح قال الكلام هذا لزوجته، قالت زوجته علاجه عندي، زوجة أمير المؤمنين، جاء من بكرة هو تجيب عقد قوامه 10,000 درهم. وعطته الغلام، قالت أهدوا عليه بنفس جلسة أمير المؤمنين. فجابوا، قال هذا هدية من زوجة أمير المؤمنين، خذاه ونزله. لما انتهت الجلسة قال رعون مر موجود، قال أنا قال لكم ما يأخذوا عزيز نفس. قالت يمكنه نساه، أرسلوا الغلام له. لما أرسلوا قال وهبتك إياه ويا الغلام. ويرجع الغلام قال وهبني إياه، وقالت ما أنت كفول له عقد هذا ثمين، لكن خذ هذه 100 درهم وهات العقد. فهذه عن عزة النفس. من عزة النفس، وحنا في قدوتنا في هذا الوقت اللي هو الملك عبد العزيز، الله يغفر له ويرحمه. آمين. ف
هذا اجتماع وكثير من الأخوان يعني نقول البعض ما يعرف عنه شيء. الولاك اذكر ولا المؤرخ مقبل أو مقبل ذكير يقول أنا شاهد عيان، هذا عام 1325 بالقصي. بعد تروضة المهنة أرسلت الدولة العثمانية إلى سامي فاروقي حاكم المدينة، فأتى إلى القصيم واجتمع بهم في البكيرية بيت شعر كبير، وكان ما يرى الناس شيء. أنت يا سامي فاروقي، كان الاجتماع من فيه بمهنة أمير بريدة والسليم ومرا عنيزة والملك عبد العزيز قال والإمام، وعمره في ذلك الزمن 32 سنة صغير. فقال النبي نبني قلعة في بريدة وقلعة بعنيزة ونبي نحط بحاميات، على حسابكم تبنون ورواتب الحامية عليكم يا أهل بريدة ويا أهل عنيزة. قالوا ما هذا الاتفاق مع اللي قبلك؟ قال أنا ما أنا جاي أفوضكم، أنا أنطي أوامر، ما أنا ناظر لكم، غصبا عليكم تعملون الشيء هذا. الآن وين راحت الأبصار؟ لا أهل بريدة ولا أهل عنيزة، وين يبرعون؟ لا الملك عبد العزيز. قال رشيد الزلامي يقول يا شطت ونشفنا الأرياق، أنا وأنتم عزبك تحت ظله، كلها راحت لأبو تركي. وفي بيت شعر ثاني يقول حنا عصافير وأبو زيد سدرة لحرت الرمضة نصينا ظلاله، هم يرعون لأبو تركي. قال يا سامي فاروقي كذا لولا عوائد العرب والله لن تقوم من كرسيك، لكن شيمتنا العربية أننا ما نقتل الضيف. يقول مقبل أذكر يقول أنا جالس، يقول هو ينتفخ، يقول هو يقف، يقول يركب حصان وخارج بيت الشعر. قال خيال العوجة وأنا أبو تركي، يقول هو تلتف عليها الناس، جيشه مع أهل بريدة وأهل البكيرية وأهل عنيزة، يقول هم يضجون حول الملك عبد العزيز، يقول القادة الأتراك، يقول لا موسام وفاروقي. قالوا والآن يمكن يقومون علينا العرب هذول، يقول كلامهم كلامهم تداور. يقول هو يطلع المترجم يم الملك عبد العزيز، قال يا الإمام الوضع على ما هو عليه، الحاميتين اللي بالهلالية والشيحية فقط، ما حنا مسوين شيء، الكلام اللي حنا قلناه انتقض. فهذه هي العزة اللي حنا نفتقدها. وهذولا معاني نقول يجب أننا فعلا نقف مثل هذه. يقول قطر بن الفجاء وما للمرء خير في حياة إذا عد من سقط المتاع. أنت قيم نفسك قبل الناس يقيمونك، أنت من سقط المتاع ولا نبرس؟ وسلامتك عزة الناس.